صفت حزم تدك المعادين لجل الخليج اللي يرفرف شعاره. قال تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا. من هم الأعراب أيها السعوديون؟ رئيسة البرازيل ليست أعرابية، فيدل كاسترو ليس أعرابي، حماس شاميون وليسوا أعراب، إيران ليسوا أعراب. من هم الأعراب؟ اعتزت شجعانها عزها سلمانها، ثار عج العاصفة والحزم عنوانها. شو صاير يعني حتى هبت عاصفة الحزم عند النظام السعودي وعند حلفائه، وصرنا نشوف في حزم عربي وشهام عربية وشجاعة عربية وبطولة عربية وإرادة عربية؟ ما شاء الله، شيء ملفت حقيقة. ولكن المؤلم أننا على مدى عقود نحن في فلسطين وشعوب المنطقة التي تعيش في جوار فلسطين وتكابد منذ 1948 إلى اليوم معاناة ومصائب وجود الكيان الإسرائيلي في فلسطين، لم تهب علينا لا عاصفة حزم ولا نسمة حزم. كنا نحلم بنسمة عربية من هذا النوع. السعودية ودول الخليج قد تمول أي شيء، ولكنها لن تمول بالمطلق أي شيء قد يؤدي إلى تحرير فلسطين. هي فقط تدفع الدية من هنا من هذا الجيب، وتدفع ثمن قتل الفلسطيني على من الجيب الآخر. أنا لا أتصور بأي حال من الأحوال تستطيع المملكة السعودية أن تحارب في فلسطين وفيها قاعدة أمريكية وفيها قاعدة بريطانية. الطائرات هذه العربية الجميلة، هاي F-15 والF-16 والنشامة اللي بيقودوها 185 طيارة، طب ليش ما شفناها في فلسطين؟ ليش ما شفناها من أجل المسجد الأقصى؟ ليش ما شفناها أثناء الحرب على غزة؟ الحرب الأخيرة، حرب 51 يوم على غزة، بيوت آلاف الغزاويين تدمر وتقصف، نساؤهم أطفالهم تذبح، وهؤلاء مسلمون سنة، وكانوا يستغيثون ويستصرخون وينادون ملوك العرب وأمراء العرب وزعماء العرب لم تحركوا ساكنا. ماذا فعلت الجامعة العربية لعدوانين إسرائيليين على قطاع غزة؟ أي عروبة هذه التي هي في حضن أمريكا وفي حضن إسرائيل؟ ما أنتوا تنابل، أنتوا كسالى، أنتوا فاشلين، أنتوا ما بتحملوا مسؤولياتكم.